مساء الفل. النهارده هنتكلم عن شويه حاجات كده خاصه بالبوسترات، وايه افضل بوستر انتوا بتشوفوه لعمرو دياب بشكل عام. يعني لما نيجي نتكلم على عمرو في البدايات اصلا، يعني ممكن نقول من اول راجعين او حتى ما تخافيش ولكن راجعين، هي البداية الحقيقية لانه يكون في بوستر جديد، انه يكون في شغل، انه تلاقي يعني بوستر. يا جماعة اصل في فرق بين البوستر وجلسة التصوير اللي هو الفوتو سيشن. الاختلاف بس ممكن يكون في اللوكيشنز بقى، ممكن يكون في حتة ان انت على حسب الجونرا بتاعت الالبوم، نوع الموسيقى يعني بتاع الالبوم ذات نفسه. ودي انا وجهة نظري، في ناس مثلا هتكون تقول لك ايه، مثلا علم قلبي من افضل البوسترات، لا هو افضل نيو لوك. لكن انا بالنسبة لي واحد من افضل البوسترات هو ليل نهاري. مثلا ليل نهاري بالنسبة لي كان مفاجأة، يعني كان مفاجأة زي المفاجأة اللي انا لابسها في دماغي دي، وانا مش عارف يا جماعة هي عجبتني لدرجة ان انا دفعت فيها رقم خرافي، يعني انا معرفش، بس يعني هي عجبتني، حسيت انها حلوة، خصوصا انها شعر طويل فقشطة يعني. مهم، فانا وجهة نظري شايف ان ليل نهاري ده حاجة كده ملهاش حل، بالنسبة ان هو كان حاجة شوك، كان حاجة مفاجأة، مش في اللوك قد ما في البوستر كله. علم قلبي على فكرة من الحاجات الجامدة قوي. ليه؟ سيشن خارجي او الدور مش جوه استوديو. اللي جوه استوديو بيكون بيميل للبوستر اكتر، البوستر الرسمي يتعمل بقى بستايل، يتحط عليه فوتوشوب بقى، يتظبط شوية افكتس كده، او يتغير الباك جراوند يتحط حاجة تانية. لكن الاوتدور سيشن اللي هو الحاجات اللي بتكون بره، ده بيكون اقوى، ولكن بيكون فيه مجازفة جامدة قوي. من البوسترات اللي الوانها عجبتني علم قلبي، انا شايف انه بوستر يعتبر سينيماتيك، بوستر فيه روح البوب ميوزك، يعني تحس فعلا انه ده هتسمع مزيكا نفس اللوك. وده يعني ده اللي انا بحاول افهمه لكم، انه البوستر عبارة عن انعكاس، البوستر بينعكس او انعكاسه على الالبوم، يعني انت مجرد ما تشوف البوستر تعرف نوع المزيكا ايه. وانا زمان كان عندي حاجة كده غريبة شوية، انه تحديدا نوع عمرو، بما ان انا بهتم بالبومات عمرو اكتر، كان لون البوستر بيوحي لي ايه اللي جوه. يعني مثلا ليل نهاري تلاقيه لونه سماوي وابيض كده، في فرح كتير ومفيش وجع قلب. كمل كلامك اسود كلاسيك، وهتلاقي كده لون ايه، انا بتكلم لون الكوفر جوه اسود، فهتلاقي كده ايه كلاسيك وحاجات كتير درامات وكده وشتوي. عمرو بيميل اكتر وبيحب البيج اكتر والبنيات وكده، الليلادي كان كده. لكن انا بالنسبه لي واحد من افضل بوسترات عمرو دياب هو ليل نهاري وعلم قلبي. مؤخرا ممكن اقول لكم مثلا مين معدي الناس، معدي الناس حته بوستر يا خبر اسود، ملوش حل، ملوش حل بجد يعني. ف انا شايف ان معدي الناس فعلا بوستر جامد جدا، بوستر حلو قوي، في كل المقومات اللي يخليك تسمع الالبوم وانت فرحان بجد يعني. مش هقول لكم اسوأ بوستر، ولكن البوستر اللي احبطني، مع انه متصور في استوديو والجلسات بتاعته حلوه يعني عجبتني، ولكن سهران، بوستر البوم سهران او مجموعه الصور بتاعت البوم سهران بالنسبه لي، يعني مثلا لو تاخدوا بالكم من بوستر مكانك في قلبي، اغنيه مكانك في قلبي، يعني ما ينفعش تعمل كلوز. انا طبعا مش بعدل على الناس، حاشا لله، كريم نور افضل مصور في العالم، لكن انا بتكلم كصوره، دي مش صوره تليق بعمرو دياب، دي مش صوره تليق بفنان بميجا ستار، بحد عدي يا ماما متنحه في ايه، بحد يعني فشخولي قوي كده وبيعمل اغنيه دراما وتعمل كلوز على وشه
كأنه صاحي من النوم يعني. لا لازم يكون في شوية رتوش، الإضاءة يعني، لبسه نظارة يعني، أي لوك يعني. مثلا من الصور اللي عجبتني قوي 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 مثلا صورة أغنية من العشم البوستر آيس كاب، تحفة. ده كان ممكن يبقى بوستر الألبوم بتاع يانا يا لأ، يانا يا لأ برضو يعني بوستر. فبرضو احنا كجمهور بيحب الموسيقى وجمهور عمرو دياب تحديدا يعني بنعرف نفرق، وبنحب عمرو التكامل كمال لله، عشان مش عايز اوفر واحد يقول لي مين الكمال والنبي بس ها. فانا بتكلم التكامل الفني اللي هو كلام ولحن وتوزيع وبوستر ولوك وكليب ودراما وننفجر في الاخر يعني، فاهمين احنا مستنيين من عمرو كل حاجه. فهو ده اللي انا بتكلم فيه يعني، حته البوستر انا بالنسبه لي لا، في احسن كتير كتير. برضو نفس الكلام يعني، بالنسبه لي مثلا بوستر اغنيه مكانك في قلبي وبوستر اغنيه انت الحظ اللي هو الصوره، هو مش بوستر، دي صوره يا جماعه، دي انا ممكن اصور صور احسن، حرام يعني. انا وجهه نظري حرام ان هي، ومثلا كتر من قربك دي كانت صوره في السعوديه اتعملت بوستر. شوفوا انا ممكن اكون حد اوفر شويه، ولكن انا لو واحد شغال مع عمرو انا في كل هفوه هاخده صوره ومش هطلعها، ممكن استخدمها كبوستر، بس هاخد شويه صور بقى ايه فشخلي الراجل. انا عندي كاريزما انا قاعد مع كاريزما على طول. ف هي بس الواحد بس بيتضايق من حته انه انا جايب جون ان ادفانس، انا جايب جون مقدما بشغلي مع عمرو دياب. اذا طبعا ممكن، طبعا كل حاجه رؤيه عمرو دياب ما اقدرش اتكلم، ولكن انا ليا رايي مثلا. لا انا لو بشتغل مع عمرو عايزين ناخد شويه صور، مش شرط تكون بوسترات تقليديه، انا ممكن اخد كلوز لوشك واعدل اضرب الوان اعمل اي حركه جديده زي ما كل البوسترات العالميه بتعمل. بس ادينا قلنا الافضل، وادينا قلنا الحاجات اللي انا ما حبيتهاش قوي بصراحه. قولوا لي انتوا رايكم ايه، ايه افضل بوستر وايه البوستر اللي ما كانش حلو يعني انتوا شفتوه. انا بالنسبه لي افضل بوسترين للنهاري وعلم قلبي ومؤخرا معدي الناس والغير يعني موفقين، هم بوستر اغنيه مكانك في قلبي من البوم سهران، البوم سهران كله يعني، البوسترات ما عجبتنيش، واغنيه انت الحظ البوستر بتاع اللي هو كده يعني. انا مش عارف، بس ده اللي كان عندي. اشوفكم في فيديو جديد، قولوا لي رايكم ايه، ولا مؤاخذه في اللوك بس انا بحبه يعني ايه من وقت للتاني كده. سلام.